أستاذة هبة أو دكتورة هبة معانا مرة تانية، أهلا بيكي، معلش الاتصال انقطع. اهلا بيك. يعني عايز أسأل حضرتك برضو، إنه بمجرد انتهاء الخطاب أنا شفت السوشيال ميديا تويتر وفيسبوك ولعت في أمريكا، يعني برضو لو ترصدي لي إيه اللي حصل مظبوط في الداخل وبالذات ما له علاقة بالقضية الفلسطينية. بالطبع، يعني لا شك أن الإدارة الأمريكية تساند إسرائيل بشكل كبير سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا وعلى كافة الأصعدة، لكن هناك على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد من جانبين. الجانب الأول هو التعاطف مع سقوط أعداد كبيرة من المدنيين والفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل بين الشباب بشكل خاص، التي يعني تصور مشاهد مأساوية للغاية، إضافة إلى البيانات والتحذيرات الرسمية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة والتي تشير إلى وضع إنساني مأساوي للغاية في قطاع غزة، في خان يونس، وأيضا عند مدينة رفح على الجانب الفلسطيني. وبالتالي هذا يعني من جانب آخر هناك غضب آخر يتعلق بالعناد الإسرائيلي والنوع من يعني التسلط أو يعني العناد وعدم الخضوع أو عدم الاستماع إلى النصائح الأمريكية. نعم. على مدى عدد كبير من الزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون وآخرها 5 زيارات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، لم يستمع بنيامين نتنياهو أعضاء إدارته من اليمين المتشدد بن غفير وسموتريتش على سبيل المثال، لم يستمعوا للنصائح الأمريكية، وكان هناك مطالب أمريكية تتعلق بتجنب المدنيين، تتعلق والتجنب الدخول في رفح أو عمليات موسعة في رفح يعني. نعم بالضبط، يعني بالأمس كان هناك محاولة لاستعراض العضلات من جانب بنيامين نتنياهو واختبار مدى صبر الجانب الأمريكي ورفع سقف التهديدات كبالون اختبار لكيف سيكون الرد الأمريكي، وهو يتوقع أنه لن يزيد عن مجرد كلمات، وهذا بالفعل ما حدث. يعني لن يزيد على كلمات، نتمنى لأنه الآلة العسكرية أصبحت يعني عمياء للأسف. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط.